السلام عليكم ورحمة الله. تخطيطنا الخاص اليوم من ناميبيا، أول مرة بنتواجد بهاي الدولة، بنجرب أسطورة مو عادية، الجيل الجديد من لاند روفر ديفندر موديل 2020. ضروري جدا تحضروا الفيديو السابق لأنه نزلنا زي فيديو وراء الكواليس تكلمنا فيه عن الفنادق والأمور اللي احنا رحنا عليها وشرحنا المسار بالكامل، فضروري تحضروا هذاك الفيديو. هذاك الفيديو ما كان فيه معلومات عن السيارة تفصيلية، ليش؟ لأنه احنا وقعنا أوراق ممنوع نعطي أي شعور أو خلاصة عن السيارة، خلص وقت الإمبارجو عدم النشر، نشرنا الحلقة. اليوم رح نحكي تفاصيل وخلاصة هاي السيارة الجديدة. بسم الله نبدأ، هيا بنا. في مغامرتنا اللي احنا بنجرب فيها الديفندر موديل 2020 قدنا تقريبا 1000 كيلو في ناميبيا. المسافة اللي قطعناها كانت الشوارع اسفلتية اقل من 2 كيلو، الباقي صخور، رمال، طين، مي، كل شيء جربناه. لا تخافوا، هاي السيارة لانه احنا ما نظفناها لمدة يومين او 3 ايام من المغامرة، ولكن بالتصوير راح نوريكم سيارة نظيفة. أخذكم بجولة سريعة عن السيارة وأبرز ميزاتها. البدي بالكامل من الخارج مصنوع من ألمنيوم. شايفين هذا عبارة عن ديزاين، يعني أنت ممكن تفكر أنه أنت ممكن تجلس فوق هذا الجناح، لا الموضوع مش هيك، ممكن تحط كاسة قهوة إشي زي هيك بس ما توقف عليه، بيقدروا يسووه صلب جدا وتقدر يستحمل الوزن تاعك، ولكن الفكرة الرئيسية أنه ترسب بأنظمة المرور، لأنه بحالة لا سمح الله أنت دعست حد ضرب راسه هون لازم يكون هذا الجزء لين مش قاسي لأنه ممكن تأذيه. وينش عبارة عن زي أوبشن أنت بإمكانك تطلبه. القوة تاعته تقريبا 3-3.5 طن على الحبل الواحد، إذا بتركب بكرات بتزيد من قوته. قدرة السيارة تدخل مستنقعات مائية لحد 90 سنتي. هلا بإمكانك أنت ترفع السيارة 90 سنتي. من خلال المرايا الجانبية في زي حساس مع الكاميرات بعطيك كم العمق تاع المي اللي أنت داخل فيه على الشاشة. في إضافة ماتريكس LED بكون الضوء تاعه أقوى، هي عبارة عن أوبشن. حساسات أمامية أكيد موجودة. زاوية الميل تاعت السيارة من الأمام من الخلف تعتبر قوية، بالذات أنه هاي السيارة عبارة عن وحش ياخدك لكل الأماكن الممكن تخطر ببالك. السيارة الجنوط أقل حجم جنط 18 إنش، أكبر حجم جنط 22 إنش. شايفين هذا الكت الراكب، هاي القاعدة وهذا البوكس، وموجود على الناحية الثانية عبارة عن سلم. وطبعا الإطار السبير بالخلف الكفر تاعه، هذا اسمه إكسبلورر باك، انت بتطلبه زي اضافة على السيارة. تقريبا سعر هذا الباكيج 3500 باوند، هذه الاسعار في بريطانيا، ما بعرف اذا رح يضل نفس السعر في منطقتنا. هذا البوكس لما تشتري الباكيج بيجي معاه مفتاح، يعني ما تخاف بكون مسكر، ما تحط كاميراتك فيه، ما تحط اي مشروبات لانه ممكن تتكسر. بيستحمل وزن 17 كيلو. السيارة من الخلف شايفين هذا مكان القلص، بيجي اساسي على السيارة. الاضوية الخلفية تيجي LED لايتس، واضحين جدا قويين جدا، مساحات تخزين عملاقة. الديفندر بيجي بنسختين، اما 7 ركاب او 5 ركاب. الديفندر بتوفر اما يكون شايفين 5 ابواب او 3 ابواب اللي هي كوبي. جماعة لاند روفر سهلوا عليك كيف تعرف قوة السيارة والنسخة اللي انت شاريها. شايفين هذا الباج P400S، يعني P من بترول، 400 يعني النسخة المعنى 400 حصان. النسخة الثانية البترول P300، يعني بترول 300 حصان. إذا كانت ديزل راح تكون دي، مثلاً 240 حصان. هي أسهل طريقة مشان تميز السيارات. شكراً لاند روفر لأنه سهلوا على الناس، لأنه في شركات عقدوا موضوع الأسماء كتير، فأنت بدك تكون سوبر خبير بالسيارات مشان تعرف شو الموديل اللي أنت شاريه أصلاً. كيف تميز سيارة الديزل عن البترول بالديفندر كشكل خارجي؟ إنه شايفين فتحات الإكزوست، البترول يمين يسار، بالنسبة للديزل بيكونوا الفتحتين جنب بعض. منظر الإكزوست في بعض الحالات أنت بتطلع عليه بتحسه كبير، يعني أتوقع لو صغروه شوي رفعوه لفوق شوي ممكن يتحسن إنه مقدار السيارة بالأفرود الأنجل تاعتها اللي تدخل فيه، وبرضه ممكن يعني يصغر شوي لأنه حجمه صراحة شوي كبير، بالذات أنه ماخذ مساحة كبيرة. أوريكم السلم، هاي بكل سهولة بتقدر تطلع. سقف السيارة تقدر تحط عليها 168 كيلو وتمشي وين ما بدك، وبإمكانك تحط
وزن 300 كيلو ولكن ما تمشي بالسيارة، يعني مثلا أنت ممكن تحط خيمة، لأنه شركة لاند روفر بتبيع إكسسوارات خيم، بتحط على سقف السيارة وبطلع شخصين ممكن يناموا فوق السيارة. عملية تطلع السيارة سهلة جدا، وضعك 100%، خزن زي ما بدك، سبير تاير، مجرفة، تحط بترول فوق، أمورك تمام. شايفين المساحة جدا ممتازة، وبإمكانك أنه أنت تتحكم بهذا المقعد الموجود بالخلف. فمثلا أنا بإمكاني أنه أقدم هذا الكرسي للأمام، بحالة أنت حطيت في ناس وراء فأنت بتقدم الكرسي، أوكي أنا صغرت المساحة علي، ولكن عندك إكسبت بالخلف مساحة، فهذا الشيء يعتبر ميزة. شايفين هون ما في زي هرم، فأنت الشخص اللي بيجلس بالنص بكون جدا مرتاح. موجود مناخين بالخلف يمين يسار بإمكانك التحكم فيهم. أتوقع أكثر سيارة فيها وصلات USB، قدام أكثر من واحدة، وراء اطلعوا فتحات المداخل الباور، وصلتين USB، مدخلين باور، هي وصلات USB كمان موجود بالخلف، بإمكانك التحكم بالخلف بالمكيف. وأيضا شايفين هون هي ركاي كاب هولدر إنه بيحمل حاملات أكواب. المقعد اليمين واليسار بالخلف ايزوفيكس، بإمكانك تحط مقاعد للأطفال. شوفوا هاي الميزة والإضافة، الشباك الموجود بالخلف معطي حيوية للسيارة بطريقة خيالية صراحة. ممكن طلب السيارة بانوراميك سانروف، ممكن طلبها بدون بانوراميك سانروف زي المعنى لليوم، وبإمكانك طلبها أنه زي فتحة سقف عادية. معلومة مهمة على داخلية السيارة، بإمكانك تجيب خرطوم مي ترش السيارة، تنظف السيارة حسب نوع القماش اللي انت مختاره أو الجلد، ولكن كأرضيات للسيارة بإمكانك ترش مي زي ما بدك. بالنسبة للسايد ستيبس اللي هم العتبات تاعت الأبواب، بإمكانك تطلبهم أوردر، ولكن احنا السيارة اللي منجربها حاليا منقودها بأقصى الظروف الممكنة، فالجماعة مو مركبين عليها سايد ستيبس. شايفين هذا الكونسول الموجود بالأمام هون، وحتى المسكة اللي بتمسكها هي مصنوعة من المغنيسيوم. هاي المسكة اللي هناك تقدر انه تحمل 200 كيلو عليها، فشخص مثلا حجمه عملاق وزنه ثقيل 200 كيلو بمسكها بطلع على السيارة اموره تمام. السيارة للوهلة الاولى بتطلع جدا بسيطة، حملات اكواب. ممكن طلب السيارة بموديلين، اما تكون عليها زي ثلاجة زي المعنى لليوم، او بكون هذا الكونسول الوسطي مو موجود، بكون نازل كثير لتحت، يعني بامكان الشخص المرافق يرجع لورا. السيارة المعنى ستيرينج يمين لانه السيارة بريطانية، وهذا أول إنتاج للسيارات. الشاشة الأمامية حجمها 10 إنش، تعمل باللمس، واضحة جدا، قوية جدا، حتى وصلات الكهرباء بالسيارة بالكامل تعتبر تم تطويرها إيفو 2، فما في مشاكل كهربائية من المفروض. شفنا سيارة اختبرناها بأقصى الظروف ما في أي مشاكل. هذا اللاسلكي ما بيجي مع السيارة، بس إحنا لأنه بنسوق السيارة بمكان ما في أي اتصال ولا إشي، وحتى اللي شاف الفيديو الأساسي كان معنا هواتف من خلال القمر الصناعي لأنه ما في شبكة بالمنطقة اللي احنا بنسوق فيها. هاي المنطقة اللي احنا بنسوق فيها بشمال ناميبيا، عدد سكان كثير قليل، لأنه ناميبيا تعتبر ثاني دولة نسبة تناسب عدد السكان مع حجم المساحة، فهم ثاني دولة. مين المحترفين بيعرفوا مين أول دولة بالعالم؟ نسبة سكان عدد قليل ومساحة كبيرة. بدي أوريكم عملية الصعود للصف الثالث إذا كانت سيارة 7 مقاعد. أول شيء لازم تقدم المقعد للأمام، تمسك هاي تنزلها هيك، هاي عملية الدخول. إذا الشخص كبير ممكن تكون شوي ضيق عليه. هلا بحالة أنت هذا الصف بإمكانك تتحكم تقدمه وترجعه. بهاي الحالة أنا شايف الوضع تمام، التكييف وصل للخلف، في إيرباج ستارة جانبية، وبإمكانك التحكم بالتكييف الخلفي أيضا، في مدخلين باور يمين ويسار. ولكن إذا الأشخاص القدام اطوال ورجعوا الكرسي مثل هذا الكرسي، يعني بصير الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم، بلشت قيادتنا على الطرقات للديفندر. بكل صراحة إلا الثلاث أيام من سوق الديفندر يعني ما ظل إشي أوفرودينج اللي عملناه فيه، فأنا حبيت أني أقدم لكم الكلام تاعي كملخص للرحلة تاعتنا. الديفندر
مش بحاجة لمدح صهيب، بس عبارة عن أسطورة بالأوفرودينج مثبت وجوده من أول ما طلع. يعني لما تقول ديفندر الكل يرفع القبعة احتراماً للديفندر. ديفندر 2020 يعتبر أصلب سيارة من لاند روفر عبر التاريخ، يعني الشاسة تاعها جداً صلب. البادي تاع السيارة بالألمنيوم بالكامل، ولكن في أجزاء كثيرة بهيكل السيارة وجسم السيارة مصنوعة من الفولاذ مشان تعطيها القوة المطلوبة والثبات المطلوب. السيارة هاي الفكرة تاعتها انه هي مو عبارة عن بادي اون فريم. شو يعني بادي اون فريم؟ يعني السيارة بكون هاي قاعدة العجلات تاعتها، بركبوا جسم السيارة عليها فوق، بكون اداء السيارة مو نفس ما تكون السيارة، هيكل السيارة والبنية تاعت السيارة انه جسم واحد. ديفندر 2020 مو بادي اون فريم، جسم كامل مترابط مع بعض، ألمنيوم، فولاذ، مغنيسيوم، كل المعادلات تاعت المعادن القوية حطيناها مع بعض مكسينها. هذا الاشي منعكس ايجابيا قدرات السيارة، وايضا كأوفرود، كسحب، كقلص، كل هاي الاشياء بتحس السيارة انه جسم واحد بتفاعل معك. السيارة حطوا عليها مصات صدمات اساسي اير سسبنشن مستقلين متعددين الوصلات، بعطيك المزيد من الراحة والهدوء والقدرات بالأوفرود. انت بإمكانك تتحكم بارتفاع السيارة وانخفاض السيارة بطريقة يدوية او في وضعيات اوتو، يعني ما في داعي تكون خبير الأوفرودينج، السيارة بتساوي كل هذه المعادلات لحالها، لا تخاف. بإمكانك انت ترفع السيارة 7 سنتي للأعلى، وفي وضعية اسمها الإكستريم، بحالة انه السيارة كمبيوترها عارف انه انت زي علقت لازم ترفع السيارة كمان شوي، بيرفع لك اياها كمان 7.5 سنتي زيادة فوق السبعة الأساسية. السيارة واحنا بنسوق فيها صدقا يعني بتطلع بسرعة على زي تلة صغيرة، شارع مكسر، صخور، رمال، الشارع انت فيه دمار شامل، ما بتحس انه انت دمرت السيارة، بالعكس السيارة معطيك قمة الهدوء. سيارة تقطع فيها قرابة 1000 كيلو أوفرودينج بدون ما تدوخ وتتعب، كأنك طالع بسيارة روز رويز مايباخ بس أوفرودينج. هاي هي ديفندر 2020، فقدرات عالية جدا مع شوية دلع وفخامة، العديد من أنظمة القيادة الداعمة. السيارة عليها جير بوكس اوتوماتيكي من 8 سرعات في سبورت، وانت بتتحكم بالغيارات صعودا نزولا، وايضا عليها خاصية اللورينج. الفكرة الرئيسية بصير قوة السيارة وعزم الدوران يطلع من اوطى ار بي ام، فانت هذا لما تدخل اماكن وعرة جدا تستخدم وضعية اللورينج، بكون عبارة عن وحش، شبه مستحيل تعلق هاي السيارة. هاي السيارة اذا بتعلق المشكلة بالسائق مو بالسيارة بكل صراحة. لما تسوق على وضعية الدي العادية، الجير بوكس 8 سرعات، النسب ممتازة جدا. الفكرة الرئيسية انه من المفروض ارقام الشركة انه السيارة تستهلك بمعدل وسطي بترول 9.6 لتر لكل 100 كيلومتر. الارقام الرسمية اذا انت بتسوق على الاسفلت، اقولكم عزل الهواء ما جربته لانه احنا سوقنا اقل من 2 كيلو على الاسفلت، فما بقدر احكي لكم كيف عزل الهواء على السرعات. سوقت بالبر على سرعة 130-135 مشيت فيها بالرمل، السيارة مريحة ممتازة جدا. السيارة all wheel drive، دفع كلي للعجلات. المحرك اللي احنا بنقوده حاليا هذا المحرك اللي هو يعتبر اقوى محرك موجود على الديفندر، محرك P400 يعني بترول 400 حصان. هذا المحرك 3000 سي سي 6 سلندر تيربو، عزم الدوران بهاي النسخة 550 نيوتن. في نسخة ثانية 4 سلندر تيربو، هاي النسخة بتولد قوة 300 حصان وعزم الدوران 400 نيوتن. أرقام جدا ممتازة. أقوى نسخة اللي احنا بنسوقها اليوم تسارحها من 0 ل 100 400 حصان 6 ثواني وجزء، والسرعة القصوى تاعتها 191 كيلومتر بالساعة. الوزن الابتدائي للسيارة هاي بيكون 2300 كيلو، والوزن بوصل ل 2400 كيلو حسب الأوبشن والإضافات بتتغير. السيارة عليها أنظمة جدا داعمة بحالة انت دخلت الأوفرود، غير اللورينج عليها ايضا نظام المساعد عند نزول المنحدرات، نظام المساعد عند صعود المنحدرات، فانت من خلال هاي الأنظمة انت ما في داعي تكبس بترول، خلاص هي لحالها تمشي، بتفعل النظام من خلال الزر تاع الكروز كنترول بتصير تطلع بتحدد سرعة 5 كيلو بتمشي، ونفس الاشي بالنزول. السيارة من خلال نظام الكاميرات انت بتحدد بتسوق على شارع ولا أوفرودينج، تعطيك كل المعادلات، الزاوية بتكون ضيقة انت مو شايف مو منتبه، كل هاي الامور عادي جدا، انت يعني بتشوف كل شيء. السيارة عليها نظام البلوتوث، الونش الامامي مشبوك من خلال البلوتوث، فانت من خلال البلوتوث بتشغل القلص
تسحب الأشياء. تعليقاتي على الداخلية. أول شيء المكيف، شايفين الفتحات تاعته في تصميم للتابلو، فأنت إذا أنت بدك المكيف يضربك من هون من تحت ما راح يجيبك نهائيا، يعني بكون ضارب وجهك. المكيف فريزر قوي جدا. التعليق الأهم على الديفندر، ليش ما في بدل شيفت وراء الستيرينج؟ يا جماعة لاند روفر، هاي السيارة أوفرودر، هاي الوحش، كيف ما عليها التحكم بالجير بوكس وراء المقود؟ أنا بدي أسوق، أنا مركز، بدي إيدي التنتين، ليش أنا أضلني أبدل هيك؟ ما بدي أبدل هيك، أنا خلص بدي أسوق وأنا مرتاح، ما أترك الستيرينج. هاي ما بعرف كيف جماعة لاند روفر غفلوا عنها. وعندي نقطة قوية تعليقا على الديفندر، أنه لا يمكن فصل نظام مانع الانزلاق 100%، بضل يتدخل. كنت أتمنى أنه بإمكان الشخص أنه يفصل نظام مانع الانزلاق، بالذات أنه ممكن يعطيك حرية للأشخاص المغامرين وبعشقوا البر والأوفرودينج وعندهم مرحلة الاحترافية بالقيادة بالأوفرود. البريك سيستم تاع السيارة جدا متطور، السيستم جديد بيساوي بريك خلال 150 ملي سكند عند الحاجة. أي عجل بيساوي حركة غريبة، الكمبيوتر بيقول أوه في إشي غلط، البريك بيكبس على هذا العجل مشان ما يلف على الفاضي. فمثلا لو عجل طاير بالهواء راح تلاقي إنه سيستم البريك موقف هذا العجل، ما بيلف هذا العجل. بالشاشة هون تعطيك كل المعلومات تاعت الأوفرود، زاوية الميل، زاوية اليمين، يسار، تحت، فوق، ارتفاع، كل هاي الأمور تعطيك إياها. وأيضا تعطيك إنه الديفرنشالات تاعون السيارة إذا ساوى لوك ما ساوى لوك، الديفرنشال الأمامي أو الوسطي أو الخلفي. فالسيارة في كتير معادلات معقدة فيها، السيارة لن تخذلك، بس أنت كن عارف شو بتساوي، مش تساوي معادلة غريبة جدا من نوعها. فهاي الأمور جدا بتفرق بأداء السيارة. نعطيكم دوسة تسارع، تشوفوا قوة السيارة. لو رينج الحبيب، مستنقعات مائية الحبيب. مستنقعات مائية. ما شاء الله وحش. شفت الشارع تمشي فيه ولا كأنه في إشي صعب نهائيا نهائيا. أتمنى من شركة لاند روفر يساوي نسخة SVR 8 سلندر. الحكي جدا بكير على هاي النسخة لأنه لسه ما طلعوا النسخة تاعت الديفندر العادية. لقد وقعت في حب وغرام هاي السيارة بكل صراحة. ديفندر 2020 وين بتصنع؟ بتصنع بدولة سلوفاكيا. متى راح يبلش إنتاج السيارة؟ من المفروض بشهر 4 هذا العام تقريبا. راح يتم تسليم السيارات بشهر 5 أو شهر 6 إن شاء الله في عام 2020. هي أسعار السيارة الظاهرة أمامكم، سعر ابتدائي وبزيد السعر حسب الأوبشن والإضافات. تصميم البوكس، في ثلاث سيارات هم مسيطرين عليه بدون منازع: مرسيدس جي 63 ام جي، لاند روفر ديفندر، وسيارة الجيب رانجلر. هدول الثلاث ناجحين جدا. كخلاصة، جيب رانجلر أرخص واحد فيهم، ولكن الموضوع تاعه أنه سعره قليل، بتعدله بتزوده، المحرك تاعه عنده قدرات ضمن المعقول. ديفندر محركات أقوى، في قوة، الثبات مو بادي اون فريم، فأداؤه جدا قوي ومميز.
شكله حلو جميل قابل للتعديل. تذكروا الديفندر الجيل اللي قبل هذا في الخلطة السحرية. الجي 63 أغلى واحد فيهم عنده قدرات قوية، نعم لا ننكر هذا الشيء. جماعة لاند روفر نقلة نوعية قوية جدا، الأداء قوي جدا، سواء كان على طرق الأوف رودينج الغير معبدة مهما كانت، ومريح من المفروض على الطرق اللي هي معبدة وأسفلتية. أنا بهاي التجربة ما بقدر أقولكم عن عزل الهواء لأنه ما اختبرت السيارة على أسفلت، يعني مسافة جدا قليلة لا تذكر، وأيضا أنه ما اختبرناها بإشي واضح، كله صعود نزول تكسير تدمير ونجحت بالاختبار. من المفروض أيضا بالمستقبل القريب، هاي واقع حقيقية راح تصير، يتم إطلاق محرك 4 سلندر بلجن هايبريد مشان يكون صديق للبيئة ويعطيك رينج أكتر، يعني للأشخاص اللي بيحبوا المحركات الصديقة للبيئة. هاي السيارة بشكل سريع إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي بهاي التغطية من دولة ناميبيا. ضروري جدا تحضروا الفلوج اللي صورته وراء الكواليس أثناء لما كنا نصور هاي الحلقة، لأني مشيت بالترتيب شو سوينا بهاي الرحلة وكنتوا معي، وريتكم عدد من الحيوانات، يعني فلوج غريب من نوعه، شوفوه لا يفوتكم. نحو شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي. في أمان الله.